يتزامن 26 من أبريل مع ذكرى سعيدة لنادي الزمالك خلال مباريات القمة التي جمعته بغريمه التقليدي الأهلي. في 26 من أبريل من عام 2018 نجح الزمالك في حسم قمة الدور الثاني للدوري موسم 2018-2019 بهدفين مقابل هدف بملعب القاهرة الدولي، ووقع كل من كابونجو كاسونجو وأيمن حفني على ثنائية القلعة البيضاء في ليلة سعيدة عاشتها جماهير الزمالك. وكان خالد جلال أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين هو من قاد الفارس الأبيض في تلك المباراة، وتمكن من إعادة انتصارات النادي في مباريات القمة أمام الأهلي. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من محمود عبد الرحيم جنش وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمد الونش وحمد النقاز وطارق حامد ومعروف يوسف ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو. عاش الزمالك وعاشت انتصاراته خالدة في قلوب عشاقه. اهلا بحضراتكم مره تانية من جديد. اسمحوا لي ارحب بضيوف النقاد الرزين استاذ احمد الاحمر، نورنا ومشرفنا. اهلا بحضرتك استاذ مينا ومنور الدنيا، وسعيد لما موجود مع حضرتك دايما ودايما متالق. وايضا النقاد الرياضي استاذ مصطفى هلش، اهلا بيك منورني ومشرفنا. اهلا بيك يا استاذ مينا واهلا بالساده المشاهدين. جايين معاكم ورق ومجهزين شويه حاجات، مباراه دريمز. هم اللي مغششيننا، الاعداد بصراحه اللي مغششيننا وعاملين شغل هايل. خلينا نبدا معاك استاذ احمد، شفت ازاي مباراه الزمالك ودريمز؟ كنت تقول لنا حاجات كده قبل هوا من الكواليس، ف يعني حاجات تنفع وحاجات ما ينفعش. لا لا والله انا طبعا يعني بعد مباراه القمه كان عندي احساس ان الزمالك هيحصل ضغوط شويه، تمام، لان احنا بلغنا شويه في الاحتفال بالفوز بالمباراه ديت. مباراة في النهاية في الدوري بثلاثة بونت، كانت مهمة ان انت تفوز على الغريم التقليدي وتحقق فوز مهم جدا في الصراع على الجدول الدوري. لا بس انا شايف ان احنا ما بلغناش ولا حاجة، يعني ده الطبيعي. مباراة القمة لو الطرف الثاني كان كسب كانوا بيعملوا اكتر من كده. انا اي مباراة قمة حتى بيبقى الدوري منتهي وتبقى فرقة واخدة الدوري، فرقة تانية لما تفوز عليه وبتكسر فرحته بالدوري. لا يعني انا شايف ان احنا بلغنا شوية، وكان عندي احساس ماتش دريمز. انا كان عندي احساس في ماتش دريمز، حتى في اصدقاء ليا كتير جدا كنت قبل الماتش بيومين قعدت قلت لهم انا حاسس الماتش ده هيخلص تعادل، ماتش الذهاب هيخلص تعادل. الزمالك الحالة اللي انا شفتها بعد الماتش بتاع الاهلي والفوز على الاهلي كانت بتديني مؤشر كده جوايا ان هتبقى النتيجة تعادل والزمالك مش هيفوز في الماتش دوت. لكن في النهايه الزمالك كان افضل، قدم مباراه كويسه جدا، يقدر باللي احنا شفناه في مباراه الذهاب يقدر ان هو يوم الاحد ان هو يقدر يعوض ويتغلب، لان طبعا عنده صعوبات المباراه. يعني درجه الحراره في التوقيت دوت انا يعني شفته كده، درجه الحراره تبقى تقريبا 33، الرطوبه تبقى عاليه، الرطوبه عاليه جدا. الزمالك لازم يتاقلم على دوت. كويس ان هو سافر بيتمرن كذا يوم بدري، فاتمنى ان الجهاز الفني يرتب نفسه لدوت، يكون عامل حسابه للعوامل الجويه، لان العوامل الجويه هتاثر عليه بشكل كبير جدا في المباراه. اللعيبه مرهقه بالتاكيد من ضغط الماتشات الكبير جدا محليا وافريقيا، وحتى لما بيروحوا مع المنتخب برضه. فاتمنى ان شاء الله ان الزمالك يقدر يتخطى المباراه ديت، لان بطوله مهمه لنادي الزمالك في التوقيت دوت ان هو يفوز بالكونفدراليه. فريق ديمز مش هنقول فريق سهل، فريق محترم، معنى ان هو وصل للدور قبل النهائي، يبقى هو فريق محترم وفريق عنده قدرات وعنده طموح. اكيد بيلعب في ملعبه، ممكن يكون ما عندوش جمهور في الملعب بتاعه لان هو نادي حديث الانشاء، لكن في النهايه اكاديميه يعني. في النهايه هتلاقي ان جمهور الغني عاوزه يحضر. المعلومات اللي جايه من هناك ان هم تقريبا هيفتحوا الملعب يسمحوا بدخول جماهير، وعملوا دعوات لدخول جماهير عشان يبقى فيه جمهور، لكن مش هيبقى ضغط كبير جدا على الزمالك على قد ما هتكون درجه الحراره هي العنصر اللي ضد نادي الزمالك في المباراه، وبالذات موضوع الرطوبه دوت. في عناصر كويسه للزمالك، الزمالك عنده حلول. النهارده سمعنا اصابه شيكابالا في التمرين، لكن اعتقد ان في حلول موجوده، بودل شيكابالا موجودين في قائمه الفريق، وشفنا الراجل يعني جوميز خلال المباريات الاخيره ديت بيعمل تغييره دايما في الحته اللي قدام ديت،
يعني دايما بتلاقي في تغيير، شيكابالا مره اساسي مره احتياطي مره مش عارف مصطفى شلبي يبتدي هنا مره اوباما يلعب في حته معينه. فاعتقد ان هو عنده حلول كتير جدا، والسكواد بتاع الزمالك يقدر يعوض بيه غياب شيكابالا. لكن اتمنى وجود شيكابالا، لعيب عنده خبره وفي الماتشات ديت شيكابالا بيعرف يلعب على فكره. تاريخ شيكابالا في الماتشات دي حتى مع المنتخب، المرات اللي لعب فيها مع المنتخب بيبقى في افريقيا، عنده قدرات وعنده طابع كويس جدا رغم عامل السن. فاتمنى ان هو يقدر يكون جاهز، اتمنى ان الزمالك يتعامل مع المباراه بطموحات واهداف اللي هو عاوز يحققها، سواء مجلس اداره سواء جهاز فني سواء لعيبه سواء جمهور منتظر بطوله الكونفدراليه ديت. فمباراه كل العوامل بتقول ان شاء الله ان الزمالك يقدر يتخطى المباراه ديت باذن الله. استاذ مصطفى، كان عندك تعقيب على حته المبالغه في على كلام الاستاذ احمد؟ هو في البدايه الفرحه كانت طبيعيه، ما كانش مبالغ فيها ولا حاجه. كان رأي دي مباراه قمه. ايه رأي من رأيك يعني؟ طيب متفقين. لكن واحد ده طبيعي، لازم بدليل فرحة أحمد عبد القادر بهدف التعادل، حتى مش هدف المكسب يعني. فتبقى مباراة القمة ليها فرحتها وليها نكهتها الخاصة يعني. دي حاجة. الحاجة التانية إن الزمالك لعب مباراة كبيرة، الزمالك وصل للمرمى مرات كتيرة، 19 محاولة هجومية، الإكس جي الأهداف المتوقعة 5.3، فكان الزمالك لو كان عنده توفيق شوية كان الزمالك خلص المباراة 2-0 3-0 مستريح. لكن رغم التعثر كان مع مباراه دريمز، مباراه الذهاب اللي هي كانت في القاهره. افتكرت بتتكلم على مباراه الاهلي عشان لا لا انا بتكلم على مباراه دريمز، لكن الفرحه طبعا طبيعيه يعني. والزمالك قدم مباراه كبيره. طيب انا عايز اقول لك ان الزمالك رغم التعثر بالتعادل، لكن هو ليه افضليه كبيره اخذها، ان هو طلع بشباك نظيفه، فلسه قاعده الهدف بهدفين دي ان شاء الله هتكون في صالح الزمالك، لان الزمالك هيلعب على فرصتين، فرصه الفوز او فرصه التعادل الايجابي. طبعا زي ما الاستاذ احمد قال ان ممكن يكون الملعب بابا يارا مفتوح للجماهير، لكن في منهم اصلا جاي يتفرج على نجوم نادي الزمالك، نجوم منتخب مصر، يتفرج من سكات يعني. مشجعين لكوتوك ولهارتس اوف اوك هيشجعوا الزمالك عشان ما يكونش دريمز صاحب بصمه او ليه تاريخ افريقي. لكن هو الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نكون قلقين منها فعلا هي الرطوبه ودرجه الحراره عاليه، وده ان شاء الله يكون اللعيبه تتغلب عليه، لان احنا سافرنا بدري، واصلين قبل المباراه، واصلين يوم الخميس، فان شاء الله في فرصه ان التعود بقى على الاجواء اللي هي الرطوبه العاليه وكده يعني. فان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ونعبر ان شاء الله المباراه النهائيه يعني. يمكن قبل ما نكمل حديثنا كان في تقرير معانا مع اعلامي غاني بوكو ازاي بيتكلم عن مباراه دريمز الغاني والزمالك، وبيتكلم ايضا عن جمهور تشجيع جمهور النهارده للزمالك. الفيديو بتاع الاعلامي تشجيع، لا عفوا اوكي، الاول معانا فيديو لتشجيع النهارده، كان في لقطه حلوه في التدريبات نادي الزمالك ان الجمهور الغني دخل الاستاد وبيشجع لعيبه نادي الزمالك. تعالوا نشوفه مع بعض. كويس طبعا. تخيلوا لو الاجواء دي في المباراه يعني، لو نفس الجماهير اللي داخله، اصل احنا متوقعين يعني اكاديميه دريمز الغاني مش هيبقى ليها، لو في 500 مشجع يبقى مش بنقلل من حد، ولكن يعني ده فاكت، ده الواقع اللي احنا عايشينه. فلو الجمهور الغني داخل فعلا يشجع نادي الزمالك في مباراه زي دي، بس احنا قلنا في اول كلامنا ايه؟ ان الجمهور مش هيبقى عنصر ضغط على نادي الزمالك، كلنا متفقين على كده، لان الفريق ملوش جمهور. اتفقنا انا واستاذ مصطفى وحضرتك ان 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 اللي هيخش هو جماهير انديه تانية جايه تحضر، اسم الزمالك وشعبيته ونجوم الزمالك الموجودين. بس الفيديو دوت فيه حاجه مهمه جدا بترجع لينا بحته ان انت الفريق مش شرط ان انت بتلعب في بطوله قاريه يبقى لازم كل الجماهير تشجع الفريق، تمام؟ ده المنافس التقليدي بتاعك بيبقى موجود، فدي جماهير ممكن تبقى جماهير هارتس اوف اوك، ممكن تبقى جماهير اسك ميموزا يعني، لا ممكن تبقى كوتوكو اشانتي كوتوكو، فممكن تكون دي جماهير انديه ثانيه هي مش عايزه دريمز ان هو يعمل تاريخ، لان لو عمل تاريخ هيبدا يشتغل عليه ويعمل. فالمنافسه ما بين الانديه شيء والمنتخب شيء، عشان احنا هنا لما بيحصل يقول لك جمهور الزمالك ما بيشجعش الاهلي وهو بيلعب في افريقيا، جمهور الاهلي ما بيشجعش، يا جماعه والله احنا مش هنعمل هنروح بعيد ليه؟ ما المثاليه الزياده عن اللزوم دي مش هتنفع يعني. هنروح بعيد ليه؟ ما اكيد كلنا شفنا الموار الشرفي اللي اتعمل للعيبه دريمز في الاوتيل يعني.
ده حصل ما ده المنظر فيديو متداول الستاف بتاع الاوتيل اللي كان هو قاعد فيه. هو يقال ان هو قبل المباراه لان اللعيبه حتى كانت لابسه اللبس اللي مش بتاع بعد المباراه او كده يعني. فهو حقيقه الفيديو هو انتشر بعد المباراه، لكن هل هو قبل المباراه ولا بعد التعادل محدش يعرف. بس انا ارجح ان هو قبل المباراه، واتمنى ان هو يكون قبل المباراه. سواء دوت او دوت استاذ مصطفى، سواء ده او ده، ده الفيديو ده دي جماهير غنيه مظبوط تمام بتشجع الزمالك، بتنادي على زيزو. اخر حاجه في الفيديو بتنادي على زيزو اللي هو نجم الفريق ولعيب ليه تقله دلوقتي في منتخب مصر وفي قاره افريقيا على مستوى البطولات المحليه. فالنهارده ده دليل ان مفيش حاجه اسمها كده، لا ده هم جايين يشجعوا له عشان المنافس انت دريمز لما هيكبر وهيبقى بطل في افريقيا وياخد بطولاته وكده هيكبر على حساب انديتهم. فده ده شيء وارد جدا وشيء طبيعي جدا. بمناسبه الفيديو ده عايز اتكلم في نقطه بس، عشان الموضوع ده مضايقني بصراحه. موضوع ايه؟ موضوع الفيديو المسرب لزيزو اللي بيقول اضغطوا على الحكم ويزوموا على الحكم والكلام ده كله. فلقينا برضو السوشيال ميديا شغاله وانتقاد غريب لزيزو. انا عايز اشكر زيزو، عايز اقول له انت لعيب بتفهم، لعيب عندك وعي، لعيب كبير جدا، دور الجمهور، دعم فريقه، الضغط على الفريق المنافس، الضغط على الحكم. ده بيحصل في العالم كله، بيحصل والله بيحصل في الشامبيونز ليج يعني ناس. في ارض الملعب الناس انا يعني وحضرت ماتشات الشامبيونز ليج في ارض الملعب وشفت الجمهور ازاي بيضغط على الحكم. هو مازيمبي بيكسب في ملعبه ليه؟ حدش بيكسب مازيمبي في ملعبه ليه؟ بسبب الجمهور اللي بيعمله مع الحكم ومع المنافس ومع كل اللي اي حد معدي من قدام الملعب يعني اللي معدي من قدام الملعب. بس انا رحت مازيمبي، انا رحت مازيمبي والله اللي بيعدي من قدام الملعب تحس الملعب نفسه بيضغط عليك، في حاجه غريبه. فانتوا ده زيزو بالعكس ده لعيب عنده ثقافه، لعيب بيحب فريقه، لعيب عارف دور جمهوره ازاي، ان هو طلب الطلب ده. انا بحيي زيزو وبقول لجمهور الزمالك ده دوركم ان انتوا تشجعوا فرقتكم بكل ادب واحترام طبعا بدون ما نخرج بره السياق النص. وفي نفس الوقت اضغط على المنافس، اضغط على الحكم، اضغط على اي حد، ده حقك عشان فرقتك. عنصر الجمهور، احنا دايما بنقول الجمهور اللاعب رقم 12 واللاعب المهم مع اي فريق. النهارده النادي الاهلي مع احترامي احنا جمهورنا اللاعب رقم واحد، ما عملنا اديت من بدري، احنا عدلناها. يعني انسى اللاعب رقم 12 دي. احنا خد بالك النهارده جاي يقول كام حاجه كده ايه. انا مصحصح لك يعني، خد بالك احنا معاهم بس لا جمهورنا رقم واحد احنا عدلناها في العالم كله. العالم كله كان بيقول ده الجمهور اللاعب رقم 12. يعني بايرن ميونخ كان بيقول لك الجمهور اللاعب رقم 12، لا احنا جمهورنا حتى هم المسج اللي بتعرض في بص يا سمينه، بعد مباراه الذهاب كانت في لفته رائعه بعد انتهاء المباراه بالتعادل السلبي. الجماهير كانت بتنادي بتقول ايه؟ العوده يا زمالك. الزمالك صوت. فانت بالنسبه لك هو جمهور الزمالك هو الدعم الرئيسي للفريق، هو رقم واحد. انا لسه كنت هسالكم بس عايز اشوف التقرير الاول ده عشان نرجع للجمهور. في صور عرضها لحضراتكم، ولكن معانا تقرير عن اعلامي الغاني بوكا ازاي، اعلامي غاني بيتكلم عن نادي الزمالك ومباراه الزمالك ودريمز. تعالوا نشوفه مع بعض ونرجع مره ثانيه. يوم الأحد 28 من أبريل في غانا سيستضيف فريق دريمز الغاني الذي يشارك لأول مرة في كأس الكونفدرالية العملاق المصري الزمالك على ملعب كوماسي بابا يارا الرياضي. ستكون مباراة صعبة لكلا الفريقين منذ بداية صافرة المباراة وحتى نهاية المباراة. سيكون لدى الزمالك أفضلية طفيفة بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض في مسابقة الكاف، وعلى استاد القاهرة الدولي في مصر انتهت المباراة بالتعادل السلبي بسبب العقل التكتيكي وراء فريقين في الدوري الأول. الزمالك لم يحقق أي فوز في غانا، خسر 4 وتعادل في مباراة، واستقبلت شباكه 21 هدفا في آخر 5 مباريات، على الرغم من أن كوماسا بابايارا سبورتس ليس مجهولا بالنسبة لهم، ولكنه صعب على الزمالك عندما يلعب هنا. على الرغم من أن فريق دريمز هو الوافد الجديد في المسابقة، إلا أنه لم يخسر بعد أي مباراة على ملعب بابا يارا الرياضي فيما يتعلق بالمسابقة هذا الموسم. بسبب الاستعدادات للعبة فتحت إدارة دريم اف سي بوابة مجانية للعبة من الدرجة الأولى باستثناء VIP و VVIP لأغراض أمنية، والتي سيتم تحصيلها بمبلغ 20 و50 سيدي على التوالي. قدم رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم كيرت إدوين أوكراكو تحية للفريق وحفزهم وأخبرهم أنه يجب عليهم اللعب لصالح غانا وليس فريق دريمز اف سي كفريق واحد. بدأوا تدريبات التعافي يوم الثلاثاء بعد وصولهم من مصر يوم الاثنين، حيث يجري التدريب حاليا في كلية بريمبا
قبل إجراء التدريب الإلزامي في ملعب بابايارا الرياضي. ما زالوا يعتقدون أن الرجال مصممون ويركزون ويتوقون إلى تسجيل الأرقام القياسية للوصول إلى التأهل إلى النهائي وكذلك الفوز بالنهائي، وبقدر ما يتمكنون من اللعب بشكل أفضل في القاهرة يعتقد الفريق أن بإمكانهم إرسال الزمالك إلى مصر بالهزيمة. أستاذ مصطفى، كان ليك تعليق على الانترفيو أو التقرير مع الإعلامي الغاني بوكو أزاي؟ والله بص، هو اتكلم كلام مهم جدا، هو اتكلم على الجماهير، لكن زي ما الأستاذ أحمد قال، لا هو أنا شايف إن الجماهير مش هتكون عامل مرجح لفريق دريمز أو الفريق الغاني، لأن معظمهم تاني هو راح أصلا يتفرج. طبعا ده حبيبي. ده حبيبي. أنت عايز تعمل مشكلة. لا لا لا، أول مرة نظهر مع بعض. أنا النهاردة بركز لك كمان. ماشي نعديها بقى، مش مشكلة. مش مشكلة. بالظبط. فإن شاء الله حتى لو الملعب مفتوح للجمهور فده مش أداة ضغط. تاني، هي الرطوبة دي إن شاء الله نتأقلم عليها وهيكون إن شاء الله مفتاح الفوز يعني إن شاء الله. أستاذ أحمد، الصورة هتكون قدامنا دلوقتي، صورة الجمهور النهاردة هو مسافر من القاهرة إلى كوماسي، أيا كانت الأعداد، والله لو نفرين. بس هو ده الإيمج بتاعت جمهور نادي الزمالك، وأيضا ترحال آخر من السعودية لكوماسي. مجهود وتكلفة مالية عالية كمان. ده أنا أتكلم يعني طيارة الأقرى ومن أقرى لكوماسي باص. أكيد أنتوا عارفين يعني إرهاق يعني. من القاهرة لكوماسي الطيارة تكلفتها بس كام؟ في مرة كنا في كينيا، ماتش في كينيا مع الزمالك، كنت موجود هناك. جه ثلاث شباب جايين من أوغندا تقريبا. جايين مش طيران، دول جايين مواصلات بري. قعدوا يعني المشقة اللي وصلوا فيها هم واصلين يوم الماتش الصبح، أنا مش متخيل دول جايين عشان يشجعوا نادي الزمالك. حقيقي جمهور نادي الزمالك اللي بيسافروا على الفرقة ده بيدي مثال كبير جدا عن الانتماء والروح وحاجة بقى جدا. بنشوف في السفريات دي بتشوف أمثلة بجد، لما تلاقي واحد جاي ممكن واحد يبات في الشارع، هو جاي من دولة أفريقية، هو شغال يدوب يعني إيه، انا ما اعرفش المصريين اللي شغالين في افريقيا دول، انا بتفاجئ بيهم بصراحه يعني، مش تبع شركات المصريين اللي شغاله هناك. ده تلاقي واحد شغال هناك هو معظمهم في المقاولات يعني تبع شركه مصريه يعني. لا ده في ناس بتبقى شغاله مع نفسها، سافرت مع نفسها وراحت وكده، بيروحوا يشجعوا. فانا بقول لهم شكرا على دعمكم وان انتم تكونوا موجودين مع الزمالك في التوقيتات دي. طبعا ان لما تلاقي جمهور موجود على فكره، حتى لو 10 15 20 واحد بيفرق مع اللعيبه في الملعب. بس انا في معلومه بس في الفيديو عايز اصححها، هو الزمالك لعب 10 ماتشات في غانا مع الأندية الغانية هناك، كسب 2 واتغلب 4 وتعادل 4 ودخل في مرمى 14 هدف وجاب 9 أهداف مش 21. يا ريتك ما صححت. بس عايز أقول لك حاجة، بس رقم 21 هدف ده بالنسبة لي يعني رقم كبير، رقم كبير يعني صح. رقم كبير جدا صحيح. هو ده اللي خلاني، لا انا براجع المعلومه اللي هو قالها، لا رقم كبير الزمالك ما طيب. يعني ان هو في 10 ماتشات يخش في 21 جول، لا في حاجه غلط. كان في نتيجه كبيره لما غام شانتي كوتوكي من كوتوكو، نتيجه كبيره بس لا ما توصلش للدرجه ديت. فهي دي المعلومه بس. لا وهو كوماسي كمان وملعب بابا يارا من الملاعب اللي وش السعد على المصريين، يمكن بطوله كاس الامم الافريقيه 2008 يعني. انا اعتقد ان دي افضل كوره منتخب مصر لعبها. كانت على نفس الملعب، كل المباريات لعبنا على يعني بدأنا بالكاميرا على نفس الملعب، فالملعب ده وش السعد بالنسبة لنا. غانا في اللي هي اللي كانت تحصيل حاصل اللي تعادلنا فيها جول، بس كانت في أكرا، ده كان ملعب تاني، كان ما كانش في كوماسي، ده كان في ملعب في أكرا. وده هدف الاهل منتخب احنا اعتبرناه كده يعني للمونديال يعني منتخبنا 2018. انا بتفق معاك. كان هناك انتقادات للمدرب العام نادي الزمالك اندريه بيكيه، رايك ايه في الكلام ده؟ بص هقول لك على حاجه، انا شايف ان احد اهم اسباب رجوع حسام عبد المجيد للفورمه اللي هو عليها دلوقتي اندريه بيكيه. اندريه بيكيه لاعب اصلا كمدافع، لاعب ليه تاريخ يعني، لعب في الدوري الانجليزي، لعب مع بيرلي ومع ريدينج، لعب 65 مباراه في الدوري الانجليزي، مسجل 4 اهداف، 28 مع بيرلي و27 مع ريدينج، ده في الدوري الممتاز البريمير ليج. لعب في الشامبيونشيب مع ميدلز برا، ولعب مع المنتخب الكاميروني 25 مباراه وسجل هدف. فهو عنده خبرات كبيره قدر ينقلها للثنائي سواء حسام عبد المجيد والمسلوسي. فان شاء الله هيكون هو احد اهم اسباب بخروجنا على الاقل شباك نظيفه، بحيث ان انت تقدر تخطف هدف، تبقى ليك الاسبقيه
وان شاء الله تمر المباراه النهائيه يعني. فانا عايز اقول بس ان اندريا بيكيه هو لاعب دولي كاميروني ليه تاريخ، مش بس مجرد ان هو مثلا مدرب مساعد جاي من افريقيا. ليه الانتقادات دي شايفها يعني؟ لا لا، هو مش انتقادات، هي كانت ليه صوره امبارح على السوشيال ميديا، لان هو قريب في الشكل شويه من شيكابالا واخد بالك، فعملت رواج كبير قوي على السوشيال ميديا. فاحنا حبينا بس ناكد ان اندريا بيكيه ده واحد من اهم اسباب نجاح جوزيه جوميز في مسيرته التدريبيه، لان هو كان على طول مرافق معاه يعني. استاذ احمد، عايز اسالك ايه رايك في الحكم التشادي الحاجي الاول محمد، وهل في قلق منه؟ بص، اي حكم في افريقيا لازم تقلق منه. ما عشان تسلم لحكم صعب. التحكيم الافريقي دايما بيبقى عنده هفوات، بيبقى عنده بيوضخ للضغوط، ممكن تلاقيه في قلب المباراه نفسه الحكم نفسه بياخد قرارات انت مش فاهم هو بيعمل ايه. ممكن تلاقي حكم في مع وجود الفار، مع وجود الفار عادي مفيش مشكله، تلاقي حكم في المباراه بياخد قرار وفجاه بيغير قراراته، يعني ممكن يتالف في المباراه على مراحل، تحس ان هو ساعات في حكام بتقسم المباراه. لازم الحكام الافارقه، الاتحاد الافريقي ده دايما اللي بنتكلم فيها، لازم الاتحاد الافريقي يقدر يطور منهم ومن شخصيتهم قبل الجوانب الفنيه. ممكن حكم يكون عنده جوانب فنيه لكن شخصيته ضعيفه، وشفنا ده كتير جدا في ماتشات افريقيا، والزمالك عانى من ده في مباريات كتير جدا، مباريات افريقيه كتير جدا من الموضوع ده. فزي ما استاذ مصطفى كان بيقول، الزمالك لازم يامن نفسه دفاعيا، وطول ما هو واقف على رجله دفاعيا بشكل كويس جدا يقدر يعدي المباراه. لكن عشان تشوف الحكم او نركز مع الحكم حتى، او اللعيبه توصل لها موضوع الحكم ده، لا، هم خلاص عندهم خبرات وتعودوا على دوت. الزمالك يقدر باسلوبه وبطريقته ان هو يفرض على الحكم اللي هو عايزه، لان الحكم لما بيلاقي فريق راكب الجيم ومسيطر على المباراه مش هيقدر يلعب معاه بشكل كبير جدا. لكن لو انت حس الحكم منك ان انت متساهل، ممكن تلاقي الاخطاء والهفوات التحكيميه اللي بتحصل دي، واتمنى باذن الله ما تحصلش. اتمنى يكون في عداله في المباراه. الحكم برضو يعني مسيرته برضو ما نقدرش نقول اللي هي الواو قوي، اللي هي الجامده قوي، حكم من الحكام اللي ظاهرين على الساحه في الفترات الاخيره ديت. نتمنى المباراه تخرج كويسه، وان شاء الله الزمالك يقدر يعبر المباراه النهائيه. نرجع بقى للاختلاف تاني. لا نرجع للاختلاف. الحكم التشادي لا، حكم مميز جدا وحكم واعد في الكره الافريقيه. ايوه بالظبط كده. شفت الزحمه ما كلمتش هو من نفسه يعني. أدار مباراتين في كان 2024، مصر والكاب فيردي والمغرب ونامبيا، والمباراتين خد فيهم تقييم عالي جدا. فأنا لا، أنا متفائل بوجود الحاج محمد ده، حكم صغير السن ومجتهد وبيشتغل على نفسه كويس جدا، ان شاء الله يكون يقدم مباراه كبيره جدا يعني. يعني عنده 27 مباراه دوليه. التحكيم الافريقي بشكل عام. بالظبط. هو طبعا انا معاك يعني. انت حكم حتى مباراه الذهاب يعني، الكره بتاعت سيف الجزيري دي انا اعتقد انها ركله جزاء واضحه جدا يعني. الدفع اللي هي كانت في الشوط الاول. لا يعني برضو عموما التحكيم الافريقي لا يخوفك، لكن الحكم ده بالذات. بالظبط. بس انت بتتعب معايا جدا على فكره، احنا راجعين بقالنا فتره. ان شاء الله يمر بالمباراه للسلام يعني، ويؤدي مباراه كبيره احنا متفائلين بيه ان شاء الله يعني. طب عايز اتكلم معاك يا استاذ احمد عن ازاي وجود كابتن حسين لبيب مع بعثه الزمالك، ايضا كابتن احمد سليمان عضو مجلس الاداره، دكتور حسام المندوه امين صندوق ورئيس البعثه، الى جانب دكتور عبد الله جورج مستشار المجلس، مجلس تقريبا بالكامل مسافر لدعم الزمالك بيقف في ظهر اللاعبين. شفت ده ازاي؟ حاجه عظيمه، حاجة جميلة بصراحة. اللعيب لما بيكون عنده إحساس اهتمام من الإدارة واهتمام المسؤولين بتوع النادي بالشكل دوت، يكون رئيس النادي موجود، كذا عضو مجلس إدارة موجود، مسؤولين موجودين في النادي، حاجة كبيرة جدا، حاجة مهمة جدا، بتدي للعيبة ثقة، بتدي للعيبة تحمل المسؤولية أكتر ما هم متحملينها، بتوصل رسائل مهمة جدا للعيبة إن المباراة بالنسبة لهم مش مجرد بطولة ممكن نخفق أو نوفق فيها، لا، ده حاجة أساسية، حاجة أساسية، حياة أو موت زي ما حضرتك بتقول يا أستاذ مينا. فلا، أنا شايف إن هي لفتة كويسة جدا. أصاب نادي الزمالك ان رئيس النادي يسافر وعدد اعضاء من اعضاء مجلس الاداره، بالعكس ده شيء مهم، شيء مطلوب. اللعيبه نفسها لما بتنزل في الفندق وهي موجوده او في التمرين بتشوف المسؤولين موجودين وكده. وخلي بال حضرتك، المسؤولين في السفريات اللي زي ديت، انا بقول لك مش مسافر ان هو اصلا افريقيا ما فيهاش فسح يعني، دي بهدله. بيشتغلوا كانهم مساعدين للعيبه، انت بتبقى لو اللي في ايده حاجه بيعملها. محتاج ايه؟ لا محتاج بالآخر. ايه؟ والله العظيم بجد، انا سافرت كتير جدا، سفريات كتيره جدا، وشفت دوت، ده دور مهم جدا، وبيوصل للعيبه احساس مهم، وبيشيلهم المسؤوليه اكتر واكتر. فانا اتمنى ان شاء الله ان يعني، انا شايف ان الظروف والاجواء والمحيطه كلها بشكل كويس، انت بتقفل على الفرقه، بتعمل روح جديده جوه الفرقه، في ثقه موجوده بتديها للعيبه، في اهتمام موجود باللعيبه، في حل المشاكل كتير جدا كانت موجوده، سواء مشاكل فنيه اداريه ماليه، كل دوت بينتهي مع الوقت. اعتقد ان 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 ان
الخطوه اللي خدها مجلس اداره نادي الزمالك بتاكد الاهتمام والسعي وراء الفوز ببطوله الكونفدراليه ان شاء الله وان دي خطوه لازم نتخطاها باذن الله. الزمالك لو تخطى المباراه ديت بالطريقه دي زي ما استاذ مصطفى بيقول انت لازم تستفيد من ان انت بتلعب بره ملعبك ولسه قاعده الهدف بهدفين، فان انت تقدر تتخطى المباراه بره ملعبك اعتقد دي رساله للي هتلعبه في النهائي كمان ان شاء الله يا رب. استاذ مصطفى خليني اسالك عن الازمه اللي دايما متلازمه على الزمالك وهي الحجز او عفوا القيد، مشكله القيد وانه حرمان نادي الزمالك منه يقيد صفقات بسبب ازمه القيد بعد غرامه خالد بوطيب. هي مشكله مستمره، هي مشكله متوارثه من مجالس ادارات سابقه يعني. انا اتمنى ان اللي يورط نادي في تكلفه ماليه للاعبين المفترض القيمه السوقيه بتاعتهم اقل من كده بكتير يتحاسبوا. لازم هنا يبقى فيه جهاز مركزي المحاسبات يبص بقى مين ورط الانديه دي في المبالغ الماليه دي، لان مجلس الاداره بيخلص دورته وبيمشي، اللي مين اللي بيتعاقب؟ النادي وجمهوره. ان تقدر ان انت عايز على الاقل ده اقل حق من حقوقك ان انت تقدر تأيد لاعبين جدد، فانت بتمنع. طب بتمنع بسبب ايه؟ بسبب لاعب كان كبير في السن، معظم انتقالاته في الانديه اللي لعب فيها كانت فري. صحيح؟ صح. جاب مبلغ كبير جدا، طيب مين جابه؟ صحيح؟ ليه وصل القيمه السوقيه بتاعته للمبلغ ده؟ عشان مشكله كبيره، احنا نفسنا نتحل بصراحه، نفسنا ان الزمالك يعيش استقرار فتره طويله. استقرار طبيعي. ما يبقاش بقى كل شويه ايقاف قيد بسبب لعيبه اصلا ما عملتش تاريخ، ما حققتش انجازات للنادي حتى يعني. انا شايف 2.5 مليون دولار في الازمه الاولى و2.5 مليون يورو في الازمه الثانيه، ده مبالغ كبيره جدا. بنتكلم حوالي 3 مليون او 3.5 مليون، كل ما بتفوق من حاجه بتخش في فيلم تاني. بنتكلم حوالي 6 مليون دولار بندفعهم لحل مشكلات قديمه يعني. استاذ احمد الاحمر فلوس دي لو كانت استثمرت في النادي وفرقه الكوره كان زماننا في حته ثانيه يعني. طبعا انا بتفق مع استاذ مصطفى ان لازم قانون الرياضه يكون فيه تعديل خصوصا في موضوع اللعيبه ديت، تمام، ويتم المحاسبه. ممكن في وجهه نظر بتقول ان اللعيب لما بيجي انا ما مش ضامن، انا بجيب لعيب ومش ضامن، تمام؟ ماشي، انا جبت لعيب ومش ضامن بس ما حملش النادي فنيا، ما بقاش كويس خلاص. ركنا، تمام؟ بس ما حملش النادي غرامات واعباء ماليه زياده وحمله مشكله. انا سمعت تصريح للكابتن حسين لبيب بيقول احنا كنا متوقعين ازمه بوطيب عشان كده جبنا صفقات كتير في يناير عشان ايه؟ نأمن نفسينا من اللي هيحصل دوت، تمام؟ هو في بعض الناس تقول لك طب ما انتوا عارفين ما حلتوش ليه؟ لا، ما هو برضه الموضوع هيدك، الموضوع هيدك كبير جدا، مبالغ ماليه زي ما انت بتقول 6 مليون يورو او 6 مليون دولار، ده مبلغ فلكي، يعني مبلغ فلكي كان ممكن يخدم نادي الزمالك بشكل عام. انا بتكلم على المشكله الاولى دي يعني، دي احنا بنتكلم هنا 2.5 مليون يورو يعني حوالي 3.5 دولار او من 3 ل 3.5 دولار، والمشكله الاولى ب 2.5 دولار بنتكلم في اولموست 6 مليون دولار يعني. المبلغ 6 مليون دولار دول تجيب لك اثنين لعيبه دوليه، ده مش اثنين لعيبه بقى، انت تعمل كل حاجه في النادي كله، النادي كله يعني. مبلغ 6 مليون دولار دول يعملوا لك نادي كامل، يساعدوك في نادي كامل. فانت النهارده لا، هي مشكله كبيره جدا. انا بتفق مع الاستاذ مصطفى، لازم قانون الرياضه يتعدل في الموضوع دوت. اي مسؤول حتى لو جه فنيا خلاص، بس ادام اللعيب دوت بعد مرحله الفنيا سواء نجح او لم ينجح، ده شيء ما مش هنقدر نتكلم فيه خلاص، لكن التبعات الماليه والاداريه لازم يتحملها من تسبب في هذا القرار. ده شيء مهم جدا في اي نادي على فكره. احنا مش بنتكلم على الكيس بتاعت نادي الزمالك بس، كل انديه مصر يعني، كل انديه مصر. لان انت لو بصيت على 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 في المحكمه الرياضيه في الكاس او في الفيفا هتلاقي مصر في انديه مسجله خطر، انديه عندها مشاكل في الموضوع ده، تتعاقد مع لعيبه ويجي جهاز فني او اداره تتعاقد ويمشي اللعيب دوت، وتلاقي الاداره اللي تيجي بعديه مش عارفه تبيع او مش عارفه تشتري عشان عندها منع القيد. فالموضوع كتير في انديه مصر كلها، فده لازم يكون في وضع في قانون الرياضه للتصدي لهذه الظاهره عشان كله يتحاسب، ويبقى في حاجه صارمه يعني عشان افكر 1000 مره كده، فاهم؟ لما يكون حد بيغلط غلط فيتحاسب، فغيره لما يجي لا، ده مش حته لعيب بجيبه وادفع فيه مليون دولار ولا 500000 دولار وخلاص، ويا صابت يا خابت. صح، انا هرجع بعد سنتين ثلاثه، انا مشيت اللي جاي بعدي بيلبس بقى الموضوع يعني. مظبوط. فان شاء الله الموضوع يتحل، واحنا واثقين في مجلس اداره نادي الزمالك اللي حل الهزيمه هيحل دي، بس هو بياخد وقت وفي تفاوضات وفي كلام مع اللعيب او وكيله او محاميه، ف
ولسه في وقت عبال ما الميركاتو يعني احنا لو حليناها بكره نستفاد ايه؟ يعني لو حلينا المشكله دي بكره مفيش الشهر الجاي كده كده مش عارفين الدوري هيخلص امتى لما يفتح. احنا مش عارفين اصلا الدوري هيخلص امتى ومش هفتح كلام في الموضوع ده عشان عارف بص الراجل معبي بص لي وبيضحك. اصل الدوري تحت خلص اتكلمنا 100 مره يعني القسم الثاني بتروجيت وصل خلاص القسم الثاني خلص القسم الثاني ألف يعتبر خلص اللي هو في بتروجيت وكده القسم الثاني ب خلص. طب الانديه دي هتفضل قاعده لحد امتى؟ لا هتفرج بقى على الدوري الممتاز اتفرج ياخدوا خبره ويكتسبوا خبره. انا هرجع امتى؟ يعني انا مثلا انا نادي في الممتاز به تمام؟ القسم الثاني اللي هو متقسم ست مجاميع انا هشتغل امتى؟ هعمل فتره اعدادي امتى؟ يعني تعرفين احنا في الاسبوع كام؟ ايه؟ تعرفين احنا في الاسبوع كام؟ احنا في ال 20 18 في انديه في ال 18 وانديه 17 16 كده لا لا 18 يعني ما عدناش 50% ما وصلناش نص الدوري ما وصلناش نص يا دوب احنا في نص الجدول بالظبط. وعندك توقفات افريقيه وتوقفات دوليه وتوقفات الانديه اللي في ترشيح للانديه العالم لا 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 انت افريقيه انا سمعت تصريح ان الدوري هيخلص في شهر 8 انا بقول يا رب يخلص في 9 انا بقول يا رب يخلص في 9 ليه؟ استحال الضغط الماتشات دي انت بتقول يا رب يخلص 9 اللي هو اصلا مش هيخلص 9 يعني مستحيل صعب 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 ان انت تخلصه يعني بحسبه بسيطه كده وشفت كان في اشاعه او خبر قريته ان كابتن حسام حسن ممكن يطالب انه شكرا للدوري السنه دي عشان بيأذينا يعني بيأذينا كمنتخب مصر الكلام ده ممكن يحصل ولا صعب الاسباب تسويقيه يعني كل الرعايات دي فجاه كده انت هتلغي الدوري صعب قوي يعني وده شغل في التسعينات يعني خلاص ابدا في 9 لا هو انت ما عندكش غير حل واحد تمام عشان تظبط الدوري المصري وترجع إيه للمواعيد تخلص الدوري زي ما يخلص والموسم اللي بعده مجموعتين يعني نسخه استثنائيه مجموعتين عشان تقلل عدد الماتشات مجموعتين من دور واحد ولا من دورين من دور واحد وتعمل دوره رباعيه حصلت قبل كده حصلت قبل كده او تعملها من دورين مفيش مشكله او تعملها النظام البلجيكي اللي هو المطروح دلوقتي ان تلعب دور وبعد كده تاخد 10 اللي بيطلعوا في الدوري المحترفين بتعمل دوري المحترفين ما عندكش حل غير دوت يعني انت ما عندكش حل لازم غير تعدي لازم تقلل مده لازم تصلح اللي حصل ايام كورونا بالظبط خلي بالك انت عندك مشكله كمان في السنه الجايه انت عندك كاس الامم الافريقيه 2025 يعني الدوري اللي هيبتدي الجديد هيبتدي بايه بمشكله لا وفي اولمبيكس كمان شهر بالظبط كده في شهر 7 شهر 7 في شهر 7 ده في معمعه الدوري بقى يعني انت جاي يعني تقريبا الاولمبيكس لازم مش هيبقى فيه هيبقى فيه توقف هو الطبيعي ان هو ما فيهوش توقف دولي يعني انت ما بتاخدش اللعيبه الدوليه غير باذن الانديه يعني فده هيشتغل عادي هنا في مصر يعني لا هيقف طبعا بس هيقف لان هيقف طبعا لان انت عندك بيراميدز عنده لعيبته الاهلي عنده لعيبته الزمالك عنده لعيبته ده غير اللعيبه الكبار اللي هم غير اللعيبه الكبار اللي هتيجي ثلاثه الكبار نو واي ان انت هتلعب الدوري في الاولمبيات مش هتحصل وعلى تاريخ مصر ما تلعبش الدوري في واحنا موجودين في الاولمبيات يعني في 2000 انا بحاول ادور على صعب جدا صعب جدا صعب جدا بص بص احنا رحنا لبسنا في الحيطه في موضوع جدول الدوري وعندنا ازمه كبيره جدا كل الحلول اللي انت بتقولها الغاء الدوري زي ما الاستاذ مصطفى بيقول مستحيل عشان الرعايات والكلام ده مش هيحصل وعقود اللعيبه طب خليني اسالكم يعني انكم على درايه بالموضوع ده هيتم احتساب مين فين يلعبوا كونفدراليه افريقيا امتى سوري مين فين انت بتقولها وانت بتقولها انا يعني ايه جات لي خلاص يعني انا عايز اعرف يعني امتى هيقول الاول والثاني هيلعب ان شاء الله لو الزمالك توج بالكونفدراليه واستمرار خلاص طب انا عايز العب حل مشكله دي هتعملها ازاي؟ ما انت لازم تنهي الدور الاول كل الفرق تلعب. يعني برضه موقف صعب يعني احنا ليه حاطين نفسنا كده؟ عايز اقول لك نص اللائحه، هو اولا انت بتبعت المواعيد امتى الاسماء؟ نص اللائحه اللي جايه منين بس؟ لائحه الكوره بتاعت لائحه المسابقات. اتحاد الكوره المصري ولا الكاف؟ لا لا لائحه المسابقات بتاعت اتحاد الكوره المصري اللي بناء عليها بيتم التحديد اللائحه بتقول ايه؟ المشاركة الإفريقية للفرق المصرية في حال التحديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية بعد انتهاء بطولة الدوري الممتاز يتم ارسال اصحاب المراكز الاولى من مسابقه الدوري الممتاز طبقا لما يقول الاتحاد الافريقي لكره القدم بشان عدد الفرق المصريه المشاركه في البطولات الانديه الافريقيه اول ثاني ثالث رابع يعني تمام تمام ب في حاله تحديد الاتحاد الافريقي لكره القدم موعد ارسال اسماء الانديه قبل انتهاء بطوله الدوري العام للقسم الاول يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الاول بالكامل يعني كده كده السنه لما كله يلعب الدور الاول حلو الميعاد امتى 20/6 صح اللي يتبعد يعني فيه اخر ميعاد صح 20 ايه 20/6 20/6 في ماتشات متحدده للاهلي والزمالك والانديه اللي الدور الاول من الدور الاول بعد 20/6 طب هل هنسويتش طب اسالك سؤال تاني في مباريات الدور الثاني تتلعب قبل 20/6
احنا بدانا الدور الثاني لا للزمالك والاهلي بداوا بالفعل يبدلوا ليهم ماتشات هتتلعب وليهم ماتشات بعد 20/6. طب ان اللائحه بتقول ايه بالكامل معنى كده يعني لو في ماتش عشان الفير بلاي لو في ماتش متاجل كده في عوار يبقى في عوار بالزبط. هتختار ازاي بقى بنفتح التوبيك دي ما بنعرفش نخلص لا هي مشكله كبيره جدا الانديه اللي كانت الانديه المصريه كانت يعني بقول لك الاتحاد سواء ميكا ام بي المصري فيوتشر كلهم مبهدلين بعض عشان ايه المراكز الاولى عشان الدور الاول ينتهي فانا كنت بتكلم مع حد اللي هو بعت لي اللائحه النص بتاع اللائحه وهو بيكلم بيقول لي الدور الاول وكده فانا قريت لا قال لي الدور الاول وسكرتوتا بيبعت لي اللائحه فلقيت كلمه بالكامل اخر كلمه تقول لا استنى بس بالكامل انا بقول لك اهو والله ما كنت اعرف بقول له انا بقول لك اهو من غير ما ابص على جدول الدوري في ماتشات مترحله بعد 20/6 قال لي ما فيش ده كله رجع وبعدين كلمني قال لي ده فعلا في ماتشين متاجلين بعد 20/6 قلت له ما كلمه بالكامل دي محطوطه لسبب ما فانت هتيجي تختار نفس المشكله هتخش فيها نفس الازمه هتخش فيها هتحدد الانديه دي بناء على ايه في عوار في اللائحه في مشكله في اللائحه يعني احنا في مشكله كبيره جدا عندك حل متوقع الحل السريع هم نفس الاربعه اللي لعبوا اخر السنه اللي فاتت بالظبط كده طب ده ظلم ما هو حصل كده السنه اللي فاتت برضه اتعملت قبل كده سلفيت ولا اللي قبلها استاذ مصطفى اللي قبلها تقريبا الاهلي كان ثالث في الدوري ولعب بس حصلت هو ده اللي هيحصل ما عندكش استاذ مصطفى لا ما عندناش حل والله غير اكتمال الدور الاول بس ممكن نعمل سويتش مباريات اللي بعد 20/6 للدور الاول تتلعب مكان المشكله في مباريات مفيش فتره زمنيه للدور الثاني ونحاول ننصر الموضوع يعني انت بتقول كلام صح فعلا احنا ممكن اي حاجه تحصل يعني ممكن الصبح نقوم نغير الجدول ونعمل وزي بعض ونراضي الناس كلها وتبقى الدنيا زي الفل ونمشي بس انا بقول لك يا كلمه بالكامل دي محطوطه في اللائحه من الاساس عشان في حاجه هتحصل بعد كده طيب استاذ مصطفى خليني اسالك اخيرا توقعاتك للمباراه بسكور ان شاء الله كنتيجة يعني 1-0 الزمالك ان شاء الله مين اللي يجيب الهدف؟ اتوقع ابراهيم انضاي لو لعب اساسي لان لسبب حاجة واحدة هو متعود على الاجواء دي وكان في مباراة الذهاب قدم مباراة كبيرة قوي كان اعلى اللعيبة تقييم فان شاء الله الزمالك يكسب 1-0 اي حد يجيب الجون لكن اتوقع ابراهيم انضاي ان شاء الله لو بدا اساسي يعني. رسالتك للعيبة سريعا في نص دقيقة مباراة دريمز هي مباراة الموسم بالنسبة لجماهير الزمالك دي بطولة احنا محتاجينها جدا خصوصا بعد الفوز بالقمه فاحنا محتاجين بطوله علشان نبدا بقى ان شاء الله ننافس في الدوري ونقدم موسم يكون على الاقل توجنا ببطوله قريبه هي كلها ماتشين ان شاء الله تكون من نصيب الزمالك ان شاء الله من قبل ما اساله هيبقى مختلف معاك في النتيجه استاذ احمد الاحمر لا لما بتوقع النتيجه بتبقى مش حلوه لا انا بتفق مع استاذ مصطفى ومش هقول انا بتفق معاه في نادي الزمالك اللي هو عشان لما بقول توقعي مش عارف اتوقع ابوس ايدك عشان هي الموضوع مش مستاهل بعد اذنك رسالتك للاعيبه نادي الزمالك انتوا لعيبه رجاله وتقدروا تعملوا حاجه باذن الله دي بطوله المستقبل ليكم هتبقى فتحه خير باذن الله على الزمالك وان شاء الله بكره برضه دعواتنا لفريق كوماندوز اليد عنده مباراه نهائي كاس الكوس الافريقي من الترجي مباراه صعبه جدا 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 ان شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك كسبناهم في المجموعات يعني كسبناهم في المجموعات بس في المجموعات برضه كان في بطوله افريقيا من سنتين كسبنا الترجي في المجموعات وفي النهايه حصل حاجه وباسم السبكي مدير الفني للترجي مدرب كبير جدا وعنده خبرات لكن ان شاء الله يقدروا بالتوفيق ويجيبوا لنا المكافاه الماليه علشان احنا محتاجينها جدا 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 في دفع المشاكل بالظبط يعني فيا ريت والله بص احنا بنعمل ايه بندخل ده خليها هي ماشيه كده من اول الحلقه دخل ده بشكركم شكرا جزيلا استاذ احمد الاحمر بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني شكرا لحضرتك ودايما بكون سعيد ان انا موجود معاك استاذ مينا وسعيد ان انا موجود مع استاذ مصطفى استاذ مصطفى بشكرك شكرا جزيلا شرف ليا تواجد حضرتك معانا الشرف ليا الله يكرمك شكرا جزيلا استاذ مينا وكنت سعيد جدا مع استاذنا استاذ احمد احمر يعني. دايما يا رب مبسوطين ان شاء الله يا رب اعزائي المشاهدين للاسف خلصت حلقتنا ولكن بكره ان شاء الله في نفس الميعاد وقبله بساعتين وحلقه جديده من برنامج زملكاوي يا رب ادعوا يا رب الزمالك يكسب يوم الاحد ونصعد النهائي محتاجين بطوله جمهور الزمالك يستحق بطولة ويستحق الفرحة بشكركم توحشوني جدا 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 تصبحوا على ألف خير سلام